السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشتغلوا على لو تيم ديال لا ليبرتي دي جو، الحريه اللي كتعطى للشباب. وهذا لو تيم هذا عنده علاقه بالمسرحيه ديال اونتيغون. غادي نشوفوا لي زارغومون ديال لي دو كوتي، الناس اللي كتقول لك عطي للشباب الحريه باش يبدعوا، والفئه الاخرى اللي كتقول لك ربط صيب ما تسيب، كي كنقولوا ضروري خاص الشباب تزيرهم ما تعطيهمش حريه اللي هي مطلقه. قبل ما نبدا دائما كنتمنى انكم تخليوا لي دعوه الاب ديالي بالرحمة والمغفرة، ومع جميع الآباء والأمهات ديال المسلمين، ونبداو على بركة الله. الفئة الأولى كتقول لنا il faut accorder aux jeunes une liberté totale، خصنا نعطيه للشباب حرية اللي هي مطلقة. أول حجة كيدافعوا بها على وجهة النظر ديالهم، elle est une condition indispensable pour exciter et motiver leur créativité. كيقول لك أن اللي عطيتي الحريه المطلقه لهاد الشباب، هذا شرط من الشروط ديال ان هاد الشباب هادو يقدروا يبدعوا ويزيدوا، يعني يطوروا من الذات ديالهم. ليتر هومان اي ليبر، يعني البشر الانسان زيد حر. الي ايلوجيك دو ريستريندر سا ليبرتي كوم ان اسكلاف، غير منطقي انك تقيد الحريه ديال اي شخص كما كان بحال شي عبد. لارغومون نيميرو 3، quand le jeune ressent de la liberté، ملي داك الشاب كتعطيه الحريه وكيحس انك تثق فيه وعطيه الحريه، il peut automatiquement avoir confiance en lui-même. اوتوماتيكمون ملي كتعطيه الحريه كيقدر انه يثق في راسو، اي ديفيني ريسبونسابل او فيتور، وكيقدر انه يكون مسؤول في المستقبل على كاع التصرفات ديالو. يعني ملي كتكلفو بديك المهمه ديال هاك هاي الحريه ديالك ونعرف كي تجيريها، كيتحمل هو ديك المسؤوليه وكيعرف يعني يقاد لو فيتور ديالو. غادي ننتقلوا دابا لي زارغومون ديال الفئه المعارضه. الفئه المعارضه كتقول لنا لو في دو دوني اون ليبرتي توتال او جون اي اون موفيز ايدي، يعني انك تعطي حريه كامله وشامله للشباب هي فكره اللي هي سيئه. علاش؟ اون غروند ليبرتي بو كوندوير لو جون ا سادوني ا لا دروغ او طباجيزم اكسيتيرا، ملي كتعطي حريه مطلقه للشباب يقدر هاد الحريه هادي تادي بانه يولي تعطى للمخدرات ولا الانواع ديال المخدرات بصفه عامه. Il faut protéger les jeunes. خصنا نحافظوا على الشباب. Car ils ne sont pas assez mûrs. حيت هما باقيين ما ناضجينش. Et ils n'arrivent pas à distinguer le bon du mauvais. باقي ما كيعرفوش يميزوا الحاجة المزيانة من الحاجة الخيبة. يعني كل شيء عندهم كيشوفوه من وجهة نظر ديالهم. هاد الحاجة بغى يديرها في هاد اللحظة غي يديرها، ما كيفكرش العواقب ديالها. يعني التفكير ديالو باقي ما ناضجش. La liberté absolue peut entraîner l'anarchie. الحريه المطلقه تقدر تؤدي للفوضى، الحياه ديال داك الشاب تولي فوضى، وهي ما يبقاش قادر يعني يتحمل المسؤوليه، وديك الحريه اللي كتعطيه ما كيبقاش عارف ما يدير بها، كتولي الحياه ديالو كلها فوضى. نتمنى لكم التوفيق والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله. بالنسبه للتلاميذ اللي كيسولوا على لاباج انستغرام والفيسبوك والتيك توك فين كنحط دي فيديو او كنجاوب على اسئله، خليتوها لي في لي كومونتير على شكل فيديوهات اللي هما صغار، وكنحط حتى دوك الصور المصغره اللي خاصه بالفوكابولير ولا لي دوفوار ولا الريزومي، المهم اي حاجه كتفيدكم كنكون حطها في هاد الوسائل ديال التواصل الاجتماعي. دائما دخلوا لاشين، غادي تبقاو في لاكوي في الصفحه الرئيسيه، سيروا لي لوغو اللي كاينين هنا. الا مشيتو للانستغرام كليكيتو على اللوغو غادي يديكم لاباج انستغرام، ديجا كنحط فيها بزاف ديال لي فيديو اللي غادي ينفعوكم. بغيتو تيك توك غادي تكليكيو على اللوغو ديال تيك توك، غادي يديكم لاباج ديالي اللي كنحط فيها حتى هي دي فيديو. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.